قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال باب البيعة على إيتاء الزكاة. إن تابوا وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أنا عبد الرحمن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأطلافها وتنطحه بقرونها. وقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار ويقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رعاء رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه وعن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنز ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. قال باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرج مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي وأخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي وأخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذور صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا علي قال سمع هشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وسق 60 صاع ما يقارب 90 كيلو وسق 600 صاع and 600 صاع 60 صاع and 60 صاع صاع is mean for mud 1 صاع is for hand so it's be 900 كيلو. If you have a حبوب and ثمار, this has to be 900 كيلو wheat you have, and then you can pay zakat. حبوب وثمار. قال حدثني علي سمع هشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي أبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون
أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكون، فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي إن شئت تنحيت، فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمره علي حبشيا لسمعت وأطعت. قال حدثنا عياش، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا جريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن شخير أن الأحنف بن قيس حدثه قال جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليه فسلم، ثم قال بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، فتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الكلم الذي قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. باب إنفاق المال في حقه. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل إن آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل إن آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. المقصود من الحسد هنا الغبطة، not jealousy، لأن الحسد نوعاً بأن يتمنى زوال النعمة. You wish one of the حسد jealous. You wish your brother you have a car or you have any health or anything. You wish Allah take from them. This is haram. كبيرة من الكبائر. And second one, you wish Allah give you like him and stay with him the ni'mah about it. Like the Quran and what? And what is that? That's not what we read. What the hadith? Quran and mal. You wish you have a money, you can give sadaqah. You wish you have a Quran, you pray with Sheikh Khadr. You don't let him you pray alone. Together. قال باب الرياء في الصدقة، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد الطل الندى. قال باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب الطيب. لقوله تعالى لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أبا نضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه.
صاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابع سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن الجزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تصل the question about the Sahih Bukhari إن شاء الله. كل الناس في 20 دقيقة ليش أنتوا 15 دقيقة؟ Okay.
63? ما جاء في قتل النفس. طيب ايش المشكله؟ The first one. Not every single word in the hadith is going to be related to the chapter. He's taking only a part of the hadith. 1363, yeah? Yeah. He's saying, right? It's not, he didn't become, it's not careful, right? Mm-hmm. Doctors different. He believed the hadith. No, he's not religious. From beginning, I said Bukhari, he believed the hadith. It's point one part of hadith. Fiqh al-Bukhari, I always repeat that. Show me what man killed himself with hadith. This is what he said. You understand? Imam Bukhari, many times, he brings a hadith. It'll be the entire thing, a page and a half. He'll leave literally only one sentence from the hadith, and that's proof for his chapter. That's why. Father, fiqh al-Bukhari fi kitab al-Bukhari. إذا ما فهمت الباب ما تفهم الحديث. فضل غيره. That's it. Hey, next question. ناس يغضبوني. خلي نمر عليهم شوية. We're gonna come back to you. التليفون يلا. بخاري. ها. يلا. عند الشيخ. يلا. No, that's not it.
نعم محمد علي. باب 1020, he was trying to put that one. Next page, exactly next page, if you open. 1020, Hadith ibn Mas'ud. What do you mean? 1020. Forget him saying next page, you go to 1020. That is the tarjama for that book, that chapter. قال ابن رشيد كأنها كانت في ركعة. It was in one page. It wasn't put any. Ibn Rashid, he said one of the scholar, مفرد by itself. They find the page of Imam al-Bukhari when he write it by itself was. There's no hadith. Just chapter. He said فأهملها الباقون and then the شراح they didn't care about. وكأنها وضعها ليدخل تحتها حديث 1020. That حديث 1020 هي أنسب يعني أليق is deserved that 1020 if you open حديث من مسعود. No, it's not that it comes without hadith. The hadith is there and the hadith is there. Imam Bukhari does all that he repeats hadith. Yeah. Yeah. It's an omission by one of the copies of the Bukhari. احنا قلنا بين ورقة كانت لو كان مثلا في حديث يقول باب قال مش مذكور باب بس يعني تابع يس خلصت يا اخي you finished. طيب what do you have what 1344 ها ما ذكر المكان الذي ذكر هذا الذي ذكرت الان ابن رشيد ذكر عن ابن رشيد Salat could be here. Salat is the dua. The salat here means dua. Fasali in salataka. Second lahum. Allah says the Quran to a prophet. Fasali, then pray for them. Doesn't mean to pray salat, means to pray for them. Literally to make dua for them. Then indeed your dua is a second lahum. No, that's an incorrect translation. This is the problem with these people. No, it's not janazah. Janazah, you can just make the dua, right? Allahumma ba'ad bayna wa bayna khatayahum. He doesn't have to make. Could be also he prayed to certain people. Already said, could be he prayed because of the Sunan of Jumaji. He prayed to certain that. But still, I'm going to check. See what Ibn Hajar what he said tomorrow. I'm going to mention. I thought for
What hadith is this? Same hadith. 1344? Yeah. And the bottom, the last, right? Meaning in the dunya. What about it? That's you were saying that this is a hadith that the Sufis use. Some of them, yeah. The Ghulam to Sufiya, they use this. The Sheikh said that this, he was not talking to the Sahaba. He was not talking to the. You said. You were talking to the Sahaba. Yeah. Is he telling the Sahaba about the last part too? Wa alaykum al-talaqa sufiha? That they would complete in the dunya. Huh? He said that was more of a fitna for them. So the Sahaba, you were saying the Sahaba was fitness, right? I don't know, you come to Sheikh Salah. No. وقال أن ذكرنا أن ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي هذا للصحابة. ثم قال ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها هذا طيب ايش المشكلة؟ ما صار منافسة في الصحابة مش بشر الصحابة they're not human beings happened between them صح؟ because of صحابة now they didn't get some from the dunya or Allah created them just zuhud and people sometimes happen with the صحابة because of money you know sometimes happen yeah inside What is problem? I don't understand. I've had the question on the top. Say it again in English. I'm saying that he said in the beginning, right? Because he wasn't talking to them that they go to ship, right? Shirk al-Akbar. Yes. Uh-huh. Because you said that the this is your first one to Sahaba, right? So then this one here, it says the life is true. Is he talking to them? Yes. Is just one part he's saying for them and it's not the ship? Is that what I'm saying? He's saying both about them. Yeah. It can be. The Sahaba that they competed with one another in dunya happened. I know, but is he saying the same thing for them about the ship? He said he didn't care for them. Ship. Yeah, ship. They wouldn't make ship up, but they wouldn't do it. Right? But he's like, I'm afraid for you that you would compete with each other in the dunya. يا أخي بعدين الدنيا قد تؤدي إلى مصائب يعني وصار بين الصحابة التنافس لأن هذا تؤدي إلى البلاء it's gonna take you to a problem and happen between the you know what happened between the fitna I don't like to talk about that between the معاوية and علي رضي الله عنه it was one of reason about the mulk too you know not just about the قتلت عثمان It was also because of milk, you know, milk happened. Human beings they are. They are not ma'asum. Ma'asum and it's not protectable. Just Sahaba, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahaba, they can get, you know, they can get mistakes, they can sometimes, you know, like the happened dunya, you know, and Ka'b ibn Malik, you know what happened to him. And when they go to Ghazwat Tabuk, He wasn't have an excuse, he didn't go. He said, when I see the tree is nice and fruits nice, you know, and then nice weather is hot, you know. Yeah, and sometimes happen. Shafi, so I mean, you said, hadith rakam 1283. In English, he said, you mentioned that those who die and do not tell their families not to wear will be punished if they do well. But what if it's not from their customs to practice wailing? Would the person still have to tell them? يعني هنا مكتوب أنه باب يؤذب الميت ببعض البكاء لأهلي الديدة يؤذب إن كان النوع من سنتي طيب لو كان غير معروف عندهم أصلا هذا عمل ما في داعي إذا غير معروف لو فعلوا إذن هل هو يعذب على ذلك؟ طيب كيف ما معروف عنه؟ لا قد يكون يتعلموه من شخص ثاني والأولى أن يعلم كل واحد يعلم أهله والسنة Okay, so the Sheikh said that what's more appropriate or what's more
correct, or you know, safe to do is that you teach your family the sunnah of not wailing and doing all those kinds of things. No. إذا ما قال إذا ما قال طبعا يعذب على لكن غير هو ليس غير معروف في ما معروف لا لا يعذب يعني لا يعلم الناس هي هو إن شاء الله يعني شاء الله. كل واحد يعرف يعني السنة وبعدين يتجه إلى بدعة أيوه. إما سنة أو بدعة ما في شيء نعم the chief saying that إن شاء الله he's not punished right because it's not known to him but the thing is that what's more appropriate is that he teaches even if it's not known to his culture or known to his people, you still teach them not to do this? Or he leaves him in the well or something. The point is that he teaches them in whatever manner it is. Yeah. Yes. Father. Who have a work, he can go. But if he doesn't have a question, my name is Salaam. Salaam. What is that? أيكم من يكون يرغب حاجته يعني اللي يعني يجيب لك من حديث آخر يعني أنت تبدو على لسانه يعني. عليكم السلام finally we saw you سؤال حديث 1443 1343 You said we can't say that Shaheed, Shaheed, someone dies in a battle, can we not say he died? كيف تعرف؟ نحسب شهيدا نرجو له الشهادة نرجو نتمنى له لكن تقول he's شهيد لكن شهيد we give him a key for the Jannah we ask Allah to be شهيد if he dies in Allah we hope for him martyrdom but like you said you can't say he's a martyr and this happens with all mubtadi'a and we won't say his name because he's khabith and we don't want to make our najis impure by mentioning his name, but people who people love and they say Shaheed, Fulan and Fulan, it's not permissible to do this. That's like saying the one who's going to Jannah, Fulan and Fulan, you can't say this. Sahaba, they couldn't say Fulan Shaheed. Sahaba. Rasulullah saying about himself and about the people I don't know. Alayhi salatu wasalam. How you will know? He said, Qazman, Qasad Qazman is going to come with us. He killed himself in the jihad, he killed 8 kafir. From the Mushrikeen. After that, he get injured. And then they said, before he get injured, and they said, Ya Rasulullah, Qazman, he did like this. He killed lots of Mushrikeen. Qalil, huwa bin Ahl al-Nar. How can be from Ahl al-Nar? Ibn Umar, I think he's a man, he followed him. And then when he get injured, he killed him. Bukhari put Babu la yuqal fil shahid, wa atabi hadha al-hadith. La naqul shaykhut. حتى لو في أرض المعركة even if in the fight jihad 100% this is jihad never know maybe رياء could be show off could be عجب show off show off هذا show off this is like born I know show off you can't change my language رسول الله صلى الله عليه وسلم giving the Uda of the funeral straight putting in the grave right that's just حكم شرعي حكم The hukum shari, the rule, the legislative ruling on a person who dies in the battlefield that he's not prayed over. That's hukum shari. Amma the haqiqah, the reality of it, is with the knowledge is with Allah.
Allah. Unless Allah tells you, or unless Rasulullah tells you, he's shaheed, he's from Jannah, you can't say it. How do you know? How do you know? What is going to do? Father, look around. Ma'ala al-Qa'ala. Father. 13? No. It says they pray janazah on the grave. But is it sunnah to pray janazah on the grave? You wasn't here? He wasn't here. He asked the same question. I said Maybe it's a sunnah. So if you didn't pray, if you didn't pray janazah, and then they said janazah go, and then they really pray, and you go there, you pray on the grave. On the grave for the salat of janazah. But the, what's the problem? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam might say, we pray. We do it, but in a lot we do. This is grave like this, you put. This is Qabla, right? You put it together in a grave, you pray. Make it between you and him, like a Qabla. Yeah. هذه حرمة. لا رأس. The male for the head of man. And woman, middle. Who? No, they pray in front of God. I don't tell you here and there. This is your job. My job, I'm telling you the rule, you know. Well, don't make problem for us. Well, why is this masjid? Why that masjid? No, don't tell me. I want to watch it, I'm good luck. ولا يعمل وما يعمل ايش علاقة لك؟ هذه يبغى يتوضون. In Canada, people, most of the imams that I've seen in my life, they come and they stand right in the middle of the mayyit. That's because they don't know Bukhari, they don't know Sunnah, they don't know these things. They just. You have to give them an excuse, ya akhi. The best excuse you have. Like when you see Khalif, you pray, he'll ask. If he doesn't know, he's an imra'a, he'll go to the middle. If he's a man, he'll go sit, stand. Most I've seen, he goes to the, he'll ask if he doesn't know. He'll be like, was it a man? And people like, man, he'll go stand at the head. Allah. Father. Who's the imam or? The imam. So what? Muhammad, or did you? Oh, it's a question? Bukhari? Why so far away? So 1372. 1372. Only the last part of the hadith. So, you know, we read a lot of hadith and we talk about we shouldn't cry at the funeral and we shouldn't cry when we're reciting the Quran with the two kinds of crying. One without the voice and one with the voice. But here it's stated that the Muslims started crying loudly. So this is in the khutbah and they are crying with the voice. So this is okay. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. What's this? يقول إنهم من هي عنه أصلا أن ترفع الأصوات بالبكاء. فالآن يقول ضج المسلمون ضجة. ضجة ما يقول عن البكاء، وين البكاء؟ ضج المسلم ضج ما من هو مش معنى البكاء مين قال البكاء؟ What's it written to your English? Cried loud. Cried loud. Noise is it. What is it? Is it قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب فذكر فتنة القبر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا ضجة ضجة It could be what this is for more than one salat. You see a lot salat, right? Well, I'm just trying to see, you know, what is okay, what is not. Is this a cry usually without voice? But if you couldn't control yourself, don't some people be crying by the voice, they want a purpose, you know? Screaming, you know? Screaming. But this is not screaming. Could be you cry and be crying and they cry, 5, 6, 10 cry, this noise is gonna be. Yeah, there's it's not khutbah. قام خطيبا doesn't mean khutbah. It's not khutbah, Sheikh. He
giving when the sheikh is one of the time, grave, you know, give but just means to address speech. Yeah, so not for Jum'ah. Advice about the dead. If Sheikh Ziyad give lecture and then lecture to us, touch the heart, and we have 20 people. You cry, he cry, and all of us cry. It's not going to be noisy? It's going to be noisy or not? Says it there. When you got to go back to the house, says here's your. I don't like my father to be buried together. So why do we stay at the same time? Why after 6 months? ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر. He said he didn't like it in himself. The Sahabi, who is it? Jabir رضي الله عنه. So you're saying, how do you do it? No, why? Why? Rasulullah said that put two men in one grave. Yeah. So it's important. Yeah. It was so why do you go out? Because it wasn't have like a shuffle, how would they have? You know, putting, for example, 3 or 4 reader, they die, you know, they was putting, what it could be, in one grave. You have to understand, they didn't have, like he said, it was very difficult to dig in the desert a grave. So for each one person digging a grave, there's too much digging, right? So they would dig a grave and it's deep, right? 6 feet deep or more than 6 feet deep. And then they would put hufra, like it goes inside the grave like that, and put them on the side, 1, 2, 3, or 1 and 2. You understand? And you cover that up and then you fill it up with dirt. So you could technically dig out a grave and not touch any body, and then you can go into that grave and take out that body, or go into that grave and take out that body. But the earth down here like this, it's there's nobody there. It's not like the kufar graves where you just dig a thing, put you in, and they throw dirt over you. It's not how we do it. We dig a grave and then you put a niche, and you put the body in the niche. A niche here. There's even some riwayat, all that arba, you cover it. They put four people. Four in one grave, one in the bottom, one in the bottom, one in the top, one in the top. Right? And then, because it's hard back then, right? They didn't have, like. So his like, go and say that, you know, I can go do this, that's okay. Because if the Prophet is saying, you know, put 2 minutes, so this is out of necessity, saying, just do it. It's necessary, not order. It's not, but it's not order, it's not hukum. He's not going against the code of Rasulullah, like, do it, and he said, no, I'm going to do it. He said he just had it done out of necessity, but it wasn't helpful. So he personally went, he said, I don't feel, he didn't feel comfortable, so he took it out. And they said, Wallah, Abdullah ibn Haram, al Ansari, his father, Muslim, and they killed him. And the Uhud. He said, Abi, they thought he's God, you know, they didn't know. My father, Mistake. نعم اعتقد يعني هو حذيفه بن يمان ابو حذيف حذيفه بن يمان ابو حذيفه يعني كان مش ابو حذيفه حذيفه بن يمان هو قتله مسلم قتله ابوه ابو حذيفه يعني أبو اليمان ما فيها ابو حذيفه بن عبد وفي حذيفه بن يمان عارف انا انت تقول ابو حذيفه بن يمان لا بقول حذيفه بن يمان كاتب سر الرسول هو الذي قتل أبوه ها أبو حذيفة بن يمان قتل مش أبو حذيفة بن يمان حذيفة هو الذي قتل عبد الله بن حرام حذيفة بن يمان والد حذيفة بن اليمان هو اللي قتلوه والله أعلم ما أعلم يعني كان كافر يوم أبو حذيفة بن
هو الذي قتل اللي عرفه عبد جابر بن عبد الله الحرام عبد الله بن حرام هو الذي قتل هذا الذي عرفه على كل حال هي طبعا نعم The one whose head you were saw being crushed is the one whom Allah had given the knowledge of the Quran. I know you are, but he used to sleep at night, i.e., he did not recite it then and did not use it to act upon it by day. And so his punishment will go on to the day of the resurrection. What's that? The thing is, the bracket thing, is it in the Arabic? Like, what is the punishment? The Arabic is right here. كنام رجل علمه علم الله القرآن فنام عنه نام عنه meaning that he didn't used to wake up in the night and recite the Quran and then during the day he wouldn't act according to it so during the night he's sleeping he's not even listening and then also acting I wasn't acting but it's a what number hadith Okay, before we start, tell brother the Sheikh Ziyad come. We're gonna. There's no place? There's a chair actually. I need Umar. Jibna Tharaka. How many of you guys did Umar? 1, 2? 4, 5. You bring 5 chairs from there, small chair. They should have one more. Bring those chairs. No, you know what's that. Maftah, Maftah, hold it, Maftah, yes. Maftah. Jib 4, 5 chairs. They're small chairs, so you can put in front of you. Yesterday, we talked about Qiyam al-Janazah. Is a stand for Janazah Yahudiya, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is stand. And this is agreed between a scholar. Sahaba, they were saying mustahab. Like Ibn Umar and Ibn Mas'ud. And for the Janazah Yahudiya, when you see funeral of Yahudi, you stand. We talk about that. And then Waqais ibn Sa'ad and Imam Ahmad, they were saying this is mustahab, you stand. And Malik and Abu Hanifa and Shafi'i, they said this hadith mansukh. So Jumu'r, they said mansukh. And there's another sahab also, he was saying is mustahab to stop. So it's not mansukh. What is this reason to stop? They said for the إنما قمنا درس حديث ابن حبان سينما قمنا للملائكة because of ملائكة we start not because of يهوديز and another meaning إعظاما لله عز وجل to because Allah سبحانه وتعالى he took his soul because of Allah سبحانه وتعالى إعظاما لله الذي يقبض الأرواح And because the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qama wa qa'ada. In this riwayah, he stand and he sit. So, that is the zina. Second thing, the 7 things forbidden. With 8, 1, al-mayathir. 7, 1, number 7, al-mayathir. What is the mayathir? It's a dhahab wa al-fadda, hadith number, what was? 1,200. 1,239. Al-Mayathir, what does mean? Chair, they put it over Sarja al-Dabba. Chair, put over the camel or what they call it, horse, but from the silk. You got it? That is number 7. Imam Bukhari, he mentioned Kitab. Number 7, he mentioned Kitab Al-Ashriba or Kitab Al-Libas.
is going to come. Kitab al-Ashriba, drink. Aniya, al-Kitab libas. When we come, the person is there. And some brother, they asked Dajjal, why Prophet Sassaman, he give maw'idah, and give the, each one who have a book, give one more. Give three here. Put it in front of you so your back is not gonna pain. So, Dajjal, it wasn't Ray's voice the one that cried. They said, how Prophet are you say there wasn't crying. This is bid'ah, which is crying with the voice. Sahaba, there was have a Dajjal. Sahaba, there was have a Dajjal is not mean cry with the voice. How I say is it's 3, 4, 5, 6 people when they cry is easy, when they feel from the maw'idah. So they will not hear Prophet what he is saying. He said, "Hala baini wa baina an afham kalam Rasulullah." I was alayhi wasallam. We wasn't understand Prophet so much cry was. It wasn't with the voice. How you understand? That is all what we get yesterday, and Allahu a'lam. And now we're going to start the kitab, zakat. We ready to talk? Begin. Huh? Islam? Translation is one. I'm not going to be. It's not my Islam. It's your Islam. My Islam. You want me to go there and talk again? الآن يسمعون؟ يسمعون؟ Brother, please don't go to make wudu until you ask. Adab al-Majlis, we ready to say. No question until end. And then don't go to, except you have a, like a tight, you have to go, you have to squeeze. How I say? No squeeze, so we don't want to mess, you know? Because I don't want you to miss one hadith. This is for your benefit. I gotta go, maybe I will not come anymore. So I don't want that one going the wrong way. You all, some of you bigger than me. Some of you smaller like my brother. Some of you like my son. Some of you like my father, you know? So I need, we have to respect the Majlis al-Ilm. Barakallahu feek. And then any question, just put it, sign it. And then we, I really give you, alhamdulillah, after Isha, I give you 1 hour. Until 12 o'clock you guys ask. Not enough 12 o'clock? People sleeping and you guys asking. So thirsty for the knowledge. So, Allah yahfazkum, I want a good picture for Masjid Salah al-Din. So every year we can do something. And now we're going to start with Kitab al-Zakat. We need to talk about zakat and asnaf al-zakat. But Imam rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail rahimahullah ta'ala, he gonna talk about the zakat. Start, he ready to talk about zakat. After that, he's gonna come to talk about each thing by itself. Zakat al-ibil by himself, zakat al-ghanam by itself, zakat al-camel and sheep, and zakat al-baqar by itself. After the one, even is a cat, a sadaqah talk, a sadaqah al-fitr talk. So just open your mind, maybe certain things you will not understand, just put it aside. And then, inshallah, you need to open little, your wing, don't yarn too much. When you come here, please deep sleep and come. Deep sleep. I don't want to yarn. When, what do you call it, the dhubban is going your mouth from Moses come. Fly going from your mouth. Everybody has a chair? And I don't want to talk beside each other, please. Jazakumullah khairan. No talk. Just watch the book and then write. What you didn't understand, just signal. Who have a work early, want to go morning? First person, I will take it, his question. Khalas? Khabar Isha. السلام الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين
قال الإمام البخاري رحمة الله عليه رحمة واسعة قال باب الصدقة قبل الرد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها. This day of judgment is going to come. You want to give sadaqa, nobody take it. Everybody rich. Everybody rich. So now give sadaqa. This, you know what happened? Happened Talib Umar bin Abdul Aziz. Khalifa al-Rashid al-Khamisa. Everybody, 2 years he judged, but it was justly. Nobody need money. So today, you give sadaqa before day of judgment is going to come. No, it's going to be rich people. Father. When Amu Hassan? البر حشقات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا بالزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أربني. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم الدبيل قال اخبرنا سعدان بن مشفش قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفه الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان احدهما يشكو العيله والاخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قطع السبيل فانه لا ياتي عليك الا قليل حتى تخرج العير إلا مكة بغير خفيف. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له ألم أهدك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 1,414 brother Faisal 1,414 حديث نمر حديث ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. When is gonna be this? كثرة النساء. When is be too much people die in the killed? And you see, قتال too much be. Woman is gonna be more than men. كثرة النساء. وهذا من علامات الساعة. This is sign of hour. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق معناه نصف التمرة. Half of tamar. Don't say this is sadaqa, is $1, is nothing. Sometime $1 will enter into Jannah. وَلَوْ شِقَّةَ بِنِصْفُ التَّمْرِ عَلَى وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الآية وإلى قولي من كل الثمرات. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو نعمان الحكم قال هو نعم قال حدثنا أبو نعمان الحكم وابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا الذين الذين يلمزون
المتطوعين الذين يلبسون المتطوعين الذين يلبسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. Tabuk, this class of Tabuk was Nabi Sassam, he was collecting sadaqa, money, anything to go to jihad fi sabilillah. And one of them, he bring one sa'a tamar, one sa'a before hand, it's been 3 kilo. 3 kilo tamar, they didn't give. He said, this is ayah. And the munafiqin, they said, Allah, he doesn't need from you this little thing. So they was mocking to them, they was laughing to Allah Azza wa Jalla said, الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ يَلْمِزُونَ يُعِيبُونَ And they laughing to them. Don't laugh, even $1, don't laugh to people. That he able, he pay. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإنا لبعضهم اليوم لمئة ألف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها امرأتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. قال باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح شحيح البخيل والحريص البخيل cheap and he wants and then he gives sadaqah, this is good. He is cheap anyway. To give sadaqah not easy. He doesn't need to not go to toilet, you know. How about he gives sadaqah? So if he gives sadaqah, that is best things, you know. شحيح البخيل الحريص حريص للدنيا. لقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه الآية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر فقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان فلان. قال باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك اللحوقا؟ قال أطولكن يدا. أطولكم يدا يعني أكثركم صدقة. فأخذوا قبضة. More give صدقة. Hand is tallest means صدقة. أم المساكين هي she was giving too much صدقة. Who's the أم المساكين؟ ها؟ أحسنت. أم السلمة صدقة. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كان طول يده الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. قال باب صدقة العلانية وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. إلى قوله ولا هم يحزنون. قال باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
وقال الله تعالى وإن تخفوها وتبدوها للفقراء فهو خير لكم. قال باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا أتصدق بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدق بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني أو على غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذه الحكمة والله هذه الحكمة يعني يعطي أحيانا sometimes you give to زاني to fornicator to stop them from the zina. Sometimes people they do because they're hungry, they don't have a food, they don't have a drink, they don't have a house. Say the person, some of them they're stealing because he need money. So to stop the stealing, just give him money. قال أبو إذا تصدق على نيه وهو لا يشعر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن وكان أبي يزيد هكذا شيخ وكان أبي يزيد طيب إيش الإشكال يزيد أخرج نعم this man he give his son was poor and he was his situation is good and then he take this money what he give to وكيل to somebody he can share the صدقة so when he take the صدقة to share the صدقة so his son he doesn't know his son he went to get salaka so he go he pick up from the man he said I need salaka so who you are brother Isaladin Abdin طيب ما عرف لا لا what happened? The son he took sadaqa from that man, and then he went and married. And after that, they come to Prophet and they argue, and they come to Prophet and said, he took sadaqa. He said, okay, you already give the sadaqa. This is not zakat. This is sadaqa, because father not allowed to give zakat and fard to son, obligated to him to serve them. So he said, خلاص, you did your salaqa, you didn't get the ajr, and you took the, what I call it, you deserve to get the salaqa. So in exact places come. You got it? Not zakat and fardness, salaqa is. يعني أنت أعطيت الصدقة أخذت الأجر وأنت أصبت أخذت لأن تحتاج إلى الزواج. قال باب صدقة بن يمين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل هذا الرجال امام عدل جس فورمان هو من نقضي دور هذا الامام ليدر اور امام مسجد اور والكوت leader of Islam. In Islam, we don't have a woman being leader. لا يفلح قوم أمتهم امرأة.
إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إمام عبد الصفرومة and plus for man not for woman and plus رجل معلق قلبه في المساجد for man too. Woman is not obligated to come to masjid. If she come to masjid, السنة not واجب. But for the man if he hear the adhan, واجب. وقلبه معلق بالمساجد أي بالصلاة في أوقات الصلاة, the time of صلاة. Always he pray عصر, he is thinking about the maghrib when he gonna pray. Maghrib pray, inshallah every time he's watching to صلاة time. If woman she do at home, inshallah, is going to go with them with this ajr, بإذن الله الواحد الأحد. And rest woman and man, all together. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب بن الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بنفسي لقبضت منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. قال باب من أمر خادمة بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر ببعض شيئا باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أراد أموال الناس أي دين داته ونتيجه يدور return back. أتلفه الله. If you have a debt, you have to give even kafir. You have to give him back. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك السهم الذي بخيبر. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. يد العليا give up, يد السفلى take up. You give صدقة better than you take from people صدقة. إنما ياهو صاف الناس the dirt of people. أبراهام قال وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر صدقة وتعفف والمسألة اليد العليا خير من
اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قال باب المنان بما أعطى لقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. قال باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة وكرهت أن أبيته فقسمته. قال قال باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال أوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت امرأة تلقي القلب والخرص. قال حدثنا موسى إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو خرص معناه تقدير تقدر شيء خلصها يعني النخلة عليها تمر تقدرها كم كيلو on the top of what they call it نخلة what they call it days and there are specialist people they have they know they watch they say how many wasak how many kilo how many pound how just they watch estimate he said I don't know estimate تقدر هذا الخرص. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال لان ياتينا نوز من كم كتاب المزابنه في البيع ونتكلم عن الخرص ويطول الخرص وكتاب المزابنه كتاب البيع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده قال حدثنا ابو برده بن ابي موسى ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء السائل او طلبت اليه حاجه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان ابيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال حدثنا صدقه بن فضل قال أخبرنا عبده عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوك عليك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. قال باب الصدقة فيما استطاع. اليوم جربت تسلم يدك. قال باب الصدقة فيما استطاع. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. قال باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وبلده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه
قال قلنا فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال حدث عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا عمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة الرحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. قال باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. يعني تؤجر بإذن الله تعالى. أسلمت على ما سلف تعالى تؤجر. You will get the ajr what he was doing, good things, agree with Islam. So the things that you did as a disbeliever before your Islam that were good things, Allah accepts them after you became a Muslim. And also he turns your sins into good deeds as well. That's not mentioned here in this hadith though. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أسامة عن بريدة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما انفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. قال باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خالفا. قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي حباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا يقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قال باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى ترقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع.
This is example for who gives a zakat or not and who doesn't give. مثلا المنفق في سبيل الله منفق ومثل الذي لا يلبس لباس هذه this is clothes you wear it one of those clothes until close the fingers you know banana the top finger and the guy who doesn't give too tight for him that is different between the who giving charity who doesn't give charity تابعه حسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين قال وقال الحنظلة عن طاووس جبتان وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه جبتة في كروس كروس رضي الله رضي نعم وقال الليث قال حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جبتان أنا أفهم جبتان وقاية جنة 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 is the same word but الضم وكسر فتح جنة بستان is mean garden جنة وقاية جنة from the جن جنة means protection protection and جنة is جن is the ghost something hidden you got it جنة 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 جين and نون Are two words in the Arabic language come out of Dhakar ibn Faris mentioned it in Mu'jam al-Qais al-Lugha that it means something that's hidden. So, Janine is a baby in the stomach before you see it. It's called Janine. Right? And so on and so forth. Jin and Noom. قال باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله أن الله غني حميد قال باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقال يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد ملهوف ذات من مظلوم محتاج somebody need مظلوم you know مظلوم what does it mean? Oppressed والله I don't know today see قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة قال باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاتا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أمي عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه ونسيبة أم عطية رضي الله هي أم عطية فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال هاتي فقد بلغت محلها النبي صلى الله عليه وسلم حرام for him to eat صدقة زكاة حرام for نسيبة الصدقة for النبي صلى الله عليه وسلم هدية الحديث بريرة is gonna come for us same thing عن قصة سلمان فارسي يبي ودينو ستوري فار سلمان يجيبهم صدق يدين ومن يجيبهم هدية يتوك يسأل بسم الله إيت هدية إيت صدقة is gonna come from us بابو إعطاء الزكاة لآل محمد to family of the Allah to the Nas is gonna come for us نعم قال باب زكاة الورق ورق فضة ورق is paper. نعم. الورق فضة that means silver. باب زكاة الورق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المالي عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس
خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسوق صدقة. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. And before we start the next verse is going to come for us, so you can take some confirmation. Zakat, we talk about zakat al-fard. بهيمة الأنعام start with the ibn, camel, cow and sheep. Horse, Abu Hanifa just he said, رحمه الله تعالى. But جماهير العلماء no horse because hadith there is going to come. There is no horse for the sadaqah. And camel, if you have more than 6 months, a year, how many months? 2 months? 1 year, how many months? 12 months, he said. 12 months. If you buy food for him more than 6 months, you don't pay zakat. If he eat from the usher, from the, what do you call it, from outside, more than 6 months, you have to pay sadaqah, zakat. What is zakat? Zakat al-ibil, if you have a foremost zakat. You have a 5 years, five ibil, start with ibil. What do you have to pay? One shat, one lamb. 9 ibil, one lamb is 10 ibil, which is the camel, 2 shat. 15, 3 shat. 20, 4 shat. 24, 4 shat. 25, 1 بنت لبون بنت مخاط. It's gonna come بنت مخاط بنت لبون بنت مخاط is mean 1 year baby 1 year of camel بنت مخاط 2 years camel and it's gonna come جذعة 3 going to turn into 4 and then حقة لها أن تطرقها جمل. Translate difficult for me. I don't need this better. حقة is mean she able the camel come over her, made it with her. Anyway, this is turning to 5 years. So when you have ibel, 25 ibel, 25 ibel. What does it mean 25 ibel? 25 what? Carcodon? What is that? Ibel, what is that? Camel. 25 one camel, the bint mukhat you're gonna pay. Why is it mukhat? Because still, she's talking the baby mother, what do you call it? Milk.